والله دكتور، أولا كهرباء أخباركم إيه؟ أتمنى تكون جميعا بخير وسلام. إن شاء الله إحنا خلاص العرض هنحل مع بعض مثال شيت 3، ده يعتبر تطبيق على شابتر 3 عندنا في المقرر. شابتر زي ما إحنا عارفين زي ما خدنا في المحاضرات ده بيتكلم على إلكتريك فلكس وإلكتريك فلكس ديستي وجاوس لوم ودايفرجنت ثيوري. نبتدي نشوف المثال مع بعض ونحل. شوف أول مثال عندنا، يقول لك سيلندريكال سيرفيس رو بيساوي 8 كونتين سيرفيس تشارج دينسي، يعطيك قيمة الرو اس. هتلاحظ إن الرو اس دالة في الزد يعني مش ثابتة يعني نون يونيفورم. يقول لك عايز قيمة الأماونت في تشارج بريزنت يعني قيمة الشحنة الموجودة في الكلية، وعايز مطلوب رقم بي فلكس ليفز سيرفيس رو بيساوي 8 زد من 1 ل 5 و5 من 30 ل 90 يعني قيمة الفلكس الموجودة في الجزء اللي هو معرفه لك. طب فكر في أول جزء في مثال رقم إيه؟ يقول لك عايز قيمة الشحنة الكلية وأعطيك الرو اس، فأنا بكون عندي الرو اس وعايز قيمة الشحنة، فالشحنة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الرو اس في الاس. في الحالة دي لو كان عندي إيه؟ الشحنة يونيفورم، لكن لو كانت الشحنة نون يونيفورم زي حالتنا دي يعني الشحنة مش ثابتة يعني متغيرة زي ما شايفين هي دالة في الزد، أقول لا التكامل يو هتساوي تكامل رو اس اس. فكر في عنصر المساحة الموجود في حالة السلندكال، هتلاقي هنا الشحنة موجودة على سطح اسطواني، الرو بتاعته ثابتة، يبقى الشحنة بتتغير مع مين؟ بتتغير مع الفاي وتتغير مع الزد، أو المساحة دي بتتغير مع الفاي وتتغير مع الزد، بالتالي عنصر المساحة مع الفاي والزد هي عبارة عن كام؟ عبارة عن رو دي فاي دي زد، رو دي فاي دي زد. شوف حدود التكامل بتاعتي، انا عندي الرو دي ثابته زي ما قلنا دي 8 سنتيمتر، عوض عنها بالمتر 8%. الفاي دي اسطوانه كامله وبعد الشحنه الكليه يبقى من 0 ل 2 باي، والزد ما اعطيش حدود لها، حدود ليها هيبقى عندي ايه؟ الزد دي من سالب نهائي الموجب مع نهائي. بالتالي لما اجي اعوض احط قيمه الرو اس عادي، هتلاقي الرو اس عباره عن كام؟ قلنا بتساوي 5 في سالب 20 من قياس 6. طب وانا الزد كنت هكامل عليها من كام؟ كنت هكامل عليها من سالب ما نهاية الى موجب ما نهاية، بالتالي ممكن اشيل المقياس بتاع الزد واخليها هي سالب 20 زد، وبدل ما كنت هكامل من سالب ما نهاية الى موجب ما نهاية هكامل من كام؟ من صفر لما نهاية، واضرب في كام؟ واضرب في 2. يبقى الاثنين دي هتبقى انا حولت التكامل، بدل التكامل ده مقياس، بدل ما كان التكامل من سالب ما نهاية الى موجب ما نهاية دي ايه؟ سالب 20 مقياس زد، هكامل من صفر لما نهاية اي سالب 20 زد واضرب في كام؟ في 2، وعوض عن الرو دي قيمه قلنا ثابته، واكمل بالنسبه للفاي وكمل بالنسبه لمين؟ للزد. هتلاقي لو ضربنا الكلام ده هتلاقي عندي 2 هضربها في 5 واضربها بعد كده في التكامل بالنسبه للفاي عباره عن كام؟ هيبقى بالفاي، التكامل بالديفاي التكامل بالنسبه للديفاي هيبقى فاي، من 0 ل 2 باي يبقى 2 باي، 2 باي اضربها في 5 اضربها في 2 تبقى 20 باي. في الرو في تكامل ده الاكسبنشن كلها عامله ان هنزل الاس هقسم واحد على الاس يعني ده اللي مرفوع ليه الاكسبونشال ده في سالب 20 زد، لو انت كامل الداله الاسيه هي نفس الداله الاسيه بس بايه بقسم على الاس. حط تكامل من صفر الى ما نهايه، مجرد ما اعوض هتلاقي الشحنه عباره عن كام؟ بتطلع قيمتها 0.25 نانو كولوم. الجزء الثاني من المساله هو عايز ايه؟ هاو ماتش فلوكس ليفز ذا سيرفيس رو بيساوي 8 زد من 1 ل 5 او 5 من 30 ل 60. لما بيسعى على الفلكس كامل كان بيسعى على الشحنة، زي ما قلنا في المحاضرات انه الفلكس مكافئ لمين؟ لقيمة الشحنة، بس ما هو مش عايز الفلكس كلي يعني مش عايز الشحنة كلية، هو عايز جزء من الفلكس، وعرف لو معرف لك المساحة اللي عايز فيها مين؟ الفلكس. بالتالي هقول الفلكس هيساوي الكيو اللي هو بيساوي نفس الدالة الاكسبونشال برضه اللي هي الرو اس في رو دي فاي دي زد، وحط كامل تبقى الفاي من 30 ل 90 والزد هي من 1 ل 5 سنتي يعني من 1% الى 5% في المتر. ودالة المقياس هنا هقدر اشيلها مفيش اي مشكله، ان كده كده بكامل على حدود ايه؟ موجبه. طب مجرد ما اكمل بس تكمل عملناها فوق، بس لما اكمل هنا على الفاي، الفاي من 30 ل 90 طبعا دي ديجري لازم احولها راديان، فلما اكمل الديفايت تبقى فاي من 30 ل 90 تبقى 90 ناقص 30، بس هحول المجموع الى حاصل ترحهم يعني احوله الى راديان، يعني هضرب في باي واقسم على 180 او هضرب في 2 باي واقسم على 360 هي يعني. بس اهم حاجه احنا نعوض ايه؟ راديان، لانه الفاي هنا بره الساين وبره الكوزاين وبره التان، بنعوض عنها ايه؟ راديان. الرو اللي هي كمان 8% ده الانفلونشال تكاملها زي ما كملناها فوق، بس نغير حدود التكامل تبقى من 1% الى 5%. مجرد ما احسب هنا الفاي
فلاكس أو الجزء اللي هو من الشحنة ده هتلاقيه عبارة عن كام؟ يطلع 9.45 بيكو كل. شوف مسألة 2. مسألة 2 عطيك الإكس فلاكس دينستي اللي هو الدي دالة في الإكس والواي والزد، عطيك تلاتة كومبوننت بتوعها. بيقول لك احسب السيرفس انتجرال التكامل المساحي عشان نوجد الشحنة الكلية داخل الريكتانجلر بار البايوت الإكس من صفر لاتنين وواي من صفر لتلاتة وزد من صفر لخمسة. هو هنا يعني كمان كان بيقول لك تستخدم قانون جاوس عشان توجد الشحنة الموجودة داخل الشكل ده. بدل ما يقول لك استخدم قانون جاوس هو قال لك استخدم ايه السيرفس انتجرال، بس احنا عارفين زي ما خدنا في المحاضره لما اجي احسب الشحنه الكليه الموجوده داخل شكل معين بمعرفه الاكتف فلوكس دنستي، ان انا لو كملت الاكتف فلوكس دنستي دي على المساحه المغلقه بتاعت الشكل ده اقدر اجيب ايه قيمه الشحنه داخل هذا الشكل. بالتالي الشكل ده لو جينا رسمنا له كده رسم تقريبي هيبقى عندي المنظر ده الاكس من صفر لاتنين واي من صفر لتلاتة وزد من صفر الى خمسة. قلنا هستخدم قانون جاوس اقول كيو بيساوي التكامل على المساحة المغلقة للدي دوت اس. عشان استخدم او عشان افك التكامل ده هتيجي هتكلم على المساحة هتلاقي الشرط ده ممكن اقسمه على كام مساحة؟ يتقسم على 6 مساحات لو عندك 6 اوجه كل وجه منهم ليه اتجاه، بالتالي كل وجه برضه بيتغير مع كومبوننت مختلفة، بالتالي هضطر ان انا افك التكامل ده الى 6 اجزاء. الـ6 أجزاء دول هيبقى عندي طبعا المسميات يعني ليكوا الحرية فيهم، فأنا بفضل إن احنا ممكن نسمي المسمى باسم الوجه عشان بس إيه ما نتلخبطش. يعني مثلا الوجه الأمامي ده هنسميه الفرونت، اللي وراه ده هنسميه الباك، بعد كده ده هنسميه رايت، ده هيبقى بالنسبة لي الليفت، اللي فوق ده توب، هنا بوتوم. بالتالي لما اجي اجيب التكامل هنا هقول التكامل هيساوي اكامل على الفرونت اكامل على الباك اكامل على الرايت اكامل على الليفت فايد توب فايد البوتوم. انت لو بتكامل هقول ايه الدي دوت اس هو ضرب قياسي، لما اجي اضرب الدي دوت دي اس بالنسبه للفرونت لو بتاع الفرونت، الفرونت بيتغير مع مين؟ الفرونت هتلاقيه بيتغير مع الواي، بيتغير مع مين تاني؟ مع الزد، ثابت مع مين؟ ثابت مع الاكس. بالتالي عنصر مساحه مع الفرونت هيبقى عباره عن كام؟ هو الدي واي دي زد، الاكس هي ثابت. الاكس ثابت كام؟ بالنسبه للفرونت هتبقى الاكس ثابت كام؟ الاكس موجوده عندي ب2، بالتالي هكامل دي واي دي زد والاكس عندي ب2. لما اضرب الدي دوت دي اس في عنصر المساحه يتغير مع الدي واي والدي زد في اتجاه الاكس، تبقى عندي مين؟ الكومبوننت اليمين اللي هي دي اكس. لما اجي على الوجه الثاني اللي هو الباك اللي هو اللي وراه هتلاقي عنصر المساحه هو بيتغير دي واي دي زد بس في اتجاه مين؟ في اتجاه سالب اكس، سالب اكس، عشان هنا ايه الموجب اللي فوق دي تحولت هنا الى نيجاتيف، وبرده نفس الكومبوننت اليمين هي دي اكس بس الصرف موجود عند اكس بكام؟ الصرف موجود عند اكس بكام؟ اكس بصفر، ففي عند اكس هتبقى في المعادله هعوض عنها بقيمه ثابته قيمتها كام؟ زيرو. اجي بعد كده اعمل نفس الكلام بالنسبه للرايت، ابص على الرايت، الرايت بيتغير مع مين؟ الرايت بيتغير مع الاكس، بيتغير مع الزد، والواي هي ثابته، واي ثابته كام؟ واي ثابته ب3، يبقى واي هتبقى ثابته ب3، هكامل على الاكس والزد، لما اضرب طبعا عنصر المساحه اللي هو دي اكس دي زد في اتجاه دي واي في دي، هتفضل الكموت اللي مين؟ هي الكموت بتاعت دي واي. بعد كده هاخد الليفت، هتلاقي نفس عنصر المساحه اللي هو دي اكس دي زد بس الواي هتبقى بزيرو، وبعدين هضرب الدي دوت دي اس دي هتلاقي عندك تفضل كموت اليمين اللي هي الدي واي. طبعا نفس الاشاره هنا السالب ظهرت ليه؟ لان هي المساحه في اتجاه مين؟ في اتجاه سالب دي واي، المساحه هنا في اتجاه سالب دي واي. بالنسبه للتوب هتلاقي الشكل اللي فوق التوب ده بيتغير مع مين؟ بيتغير مع الاكس والواي، المساحه في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي زد او مين العمود عليها اللي هو الاي. بالتالي هتبقى عندك مساحة غير مع الدي اكس دي واي، ولما عندك مساحة في اتجاه اي زد فلما اضرب بالدي دوت دي اس بتاع عنصر المساحة ده يبقى عندك ايه؟ يطلع كومبوننت اللي هي دي زد. طب الشرط موجود عند زد بكام؟ موجود عند زد بخمسة، يعني لو عندي انا كامل على الواي على الاكس وعلى الواي، لو عندي زد هتبقى عندي موجود لسه في المعادلة هعوض عنها بكام؟ هعوض عنها زد بتساوي 5. بالنسبة للواي
بوتوم نفس الكلام، هتلاقي هنا المساحة في اتجاه سالب في زد بيتغير مع الاكس والواي، والزد بكام؟ زد بصفر، لانه عندي هنا السطح موجود عند كام؟ موجود عند زد بيساوي صفر. وتفضل الكمبيوتر اليمين برضه اللي هي تي زد اللي هي تانتو نتيجة ايه؟ حاصل ضرب القياس بتاع دي فرانس المساحة اللي هو دي اكس دي واي في اتجاه اللي زد. لو انت عملت الكلام ده ممكن برضو نحاول ان احنا ايه نختصر. لو كده بصيت يعني في بعض الخطوات كده هعملهم هنا في المعادله، خليك معايا. لو انا هاخد عنصر من بوينت اللي هي بتاعت مين؟ الدي اكس. دي اكس عباره عن كام؟ 4 اكس واي. 4 اكس واي دي هكملها بالنسبه للواي وبالنسبه لمين؟ بالنسبه للزد، وعوض عن اكس بكام؟ ب2. فدي هنكملها وهنشوف تطلع بايه قيمتها معانا بكام. طب لو جينا للعنصر الثاني نفس الكلام، هتلاقي عندك هنا دي اكس. دي اكس عباره عن كام؟ 4 اكس واي، هكملها بالنسبه للواي والدي واي بالنسبه للزد، عوض عن اكس بكام؟ عوض عن اكس بصفر. فلما احط هنا 4 اكس واي واكملها على الدي واي دي زد وعوض عن اكس بصفر، تطلع الكمبيوتر كلها بكام؟ تطلع الكمبيوتر عندي كلها دي بزيرو. بالتالي هنا مش مضطر ان ايه اكمل. هتلاقي عندك كمبيوتر هنا دي كلها تطلع عندك كام؟ الترم ده هيطلع عندي بكام؟ هيطلع عندي بزيرو. هنا عوض عن اكس بكام؟ عوض عن اكس بزيرو. طيب بالنسبه للرايت انا هاخد مين؟ الدي واي، وهي اللي كاملها على الدي اكس والدي زد. فتلاقي عندك مكان بالنسبه لمين؟ مكان بالنسبه للاكس وللزد، تمام؟ وعند واي ب3. طب والعنصر اللي جنبه او الترم اللي جنبه ده اللي كان بالنسبه للليفت، هكامل برضو على الاكس والزد، وواي بكام؟ ب0. هتلاقي هنا الترم اللي موجود معانا فوق ما بيعتمدش على مين؟ ما بيعتمدش على الواي. انا هكامل على مين؟ هكامل على الاكس وكامل على الزد، وهو اصلا فاريبل في الاكس والزد، وحلول التكامل في الترمين دول زي بعض لو بالنسبه للرايت وبالنسبه لمين؟ للليفت. هنا هكامل على الاكس من 0 ل2، وهكامل على الزد من 0 كام؟ من 0 ل5. هتلاقي العنصر ده ما يطلعوا ايه؟ زي بعض، يعني ده هيلغي الترم ده برضه، هيطرحهم بعض، فالترمين دول مالهم كده مش موجودين. يعني هنا عند الرايت والليفت هيكنسلوا بعض. طبعا الحل ده نتيجه ان ايه؟ ان عندي هنا التو فاريبل او الترمين هيطلعوا زي بعض، لانه مكان السطح مش فارق. يعني واي بتساوي 3 هي عند واي بتساوي كام؟ 0، لانه اصلا الكومبوننت هنا الدي واي مش داله في مين؟ مش داله في الواي. عكس الترم اللي كان فوق، كان عندي الترمين اللي فوق لا معتمد على الاكس، يعني معتمد على مكان السطح. فواحد الاكس عندي السطح عنده ب2، والتاني السطح عنده كام؟ اكس بيساوي 0. وبالتالي في واحد كان موجود، والتالي لما عوضت عن اكس 0 ايه؟ اتلغى. طيب بالنسبه للتوب، بالنسبه للبوتوم نفس الكلام، اشيل الدي زد واحط قيمتها عباره عن ايه؟ 4 واي زد، واكمل على مين؟ هكمل على الدي اكس والدي واي، تفضل مين؟ الزد، تعوض عن زد ب5، الترم ده هيكون موجود. الترم التاني هكامل على الاكس والواي برضه، وهعوض عن الزد بكام؟ هعوض عن الزد بصفر. لما اعوض عن الزد بصفر اللي هيحصل؟ الترم ده برضه هيطلع قيمته بكام؟ تطلع قيمته بصفر. اللي هيحصل هنا هم كانوا 6 ترم، 6 ترم دول فيهم ترمين بس هيقعدوا، في ترمين هيطلعوا زيرو الترم ده والترم ده، وعندي بعد كده الترمين دول ايه هيكنسلوا بعض. فالتكامل هيصف على ايه؟ ان احنا هنكامل على فرونت، وهنكامل على مين تاني؟ وعلى التوب، تمام؟ ده تبسيط يعني احنا عملناه فكرنا فيه قبل ما نبدا في عمليه التكامل. طب لو كنت بدات التكامل عادي وكملت وعوضت كان هيطلع معاك نفس النتيجه، الفرقتين هيمشوا معاك، بس لو تعرف تبسطها ده هيوفر عليك ايه؟ هيوفر عليك الوقت. كمل. زي ما قلنا التكامل هناك صف على كام؟ صف على الترمين فقط، الترم بتاع الفرونت والترم بتاع مين؟ بتاع الطب. فبالتالي لما اجي اعوض اشيل الدي اكس احط قيمتها 4 اكس واي، كاملها بالنسبه دي واي دي زد، واي اكس اشيل احط مكانها قيمتها بكام؟ قلنا ب2، فلما كامل على الواي من 0 ل 3، وكامل على الزد من 0 ل 5، زائد تكامل دي زد اللي هي عباره عن 4 واي زد بالنسبه للدي اكس دي واي، واي زد اشيل احط مكانها قيمتها كام؟ ب5، وزد هنا ثابت على السطح ده، اكمل على الاكس الواي، اكمل الاكس برضه من 0 ل 2، وواي من 0 الى 3. نيجي كامل التكامل ليه بسيط، يعني 4 اللي هي موجوده معانا فوق دي، اشيل بعد كده الاكس احط مكانها ب2، اكمل على الواي، كامل على الواي عباره عن ايه؟ الواي تربيع على 2 من 0 ل 3، وكامل على الزد من 0 ل 5.
زائد 4 برضو اللي هي موجودة هنا، وأشيل الزد وأحط قيمتها اللي هي 5، أكامل على دي إكس يطلع التكامل بإكس من 0 ل 2، وأكامل على الواي برضو واي تربيع على 2 من 0 ل 3. أعوض بالتكامل عندي هتلاقي الشحنة الكلية يطلع عندنا كام، قيمتها 360 كل. نشوف مسألة 3. بيقول لك يونيفورم بوليمر شارج ديستي اوف 80 مايكرو جرام لكل متر تربيع زد في اول ريجون نهار من 8 ل 10. اعطيك كثافه حجمين الشحنه قيمتها 80 مايكرو جرام لكل متر تكعيب موجوده من ار من 8 الى 10. بيقول لك رو في بتساوي 0 من ار بتساوي 8 من ار بصفر لغايه 8. رو في هنا مفيش، رو في من ار من صفر لغايه 8 رو في بكام؟ عايز كتله الشحنه داخل السفيريكال سيرفيس من ار بيساوي 10، وعايز قيمه الدي عند ار بيساوي 10. بيقول لك لو مفيش شحنه تاني موجوده من ار اكبر من 10، عايز قيمه الدي عند ار بيساوي كام؟ 20. فكر كده في المثال مع بعض، واعطيك سطح كروي نصف قطر الداخلي 8 نصف قطر الخارجي 10. بيقول لك الرو في موجوده من 8 ل 10، هي موجوده هنا، اعطيك قيمه الرو في او الكثافه حجمين الشحنه هنا. ماشي؟ فبقول لك من 0 ل 8 ار من 0 ل 8 يعني في المنطقه الداخليه هنا الشحنه بكام؟ بزيرو، او كثافه الشحنه بزيرو. عايز قيمه الشحنه الكليه، هجيب الشحنه الكليه ازاي؟ انا هضرب هنا عاطيهم هو الرو في طبعا، وهضرب الرو في في مين؟ في الفي. هنا الرو في لو بصيت لها ثابته هتطلع لك قيمه كونستنت. بالتالي ممكن على طول ايه؟ هنضطر استخدم التكامل، هضرب الرو في الفي مباشره. الفي هنا طبعا الشحنه موجوده في ار من 8 ل 10، وهضرب الحجم الكرة الخارجية ناقص حجم الكرة الداخلية. طبعا انت اعتقد احنا حلينا المثال بالمنظر ده قبل كده. طب ده كان لو كان عاطيني الشحنة فاريبل نون يونيفورم كنت اضطر اعمل ايه؟ اكامل. طيب هنا كان ممكن برضه تستخدم التكامل، يعني لو كانت الشحنة ثابتة وكملت مفيش مشكلة، المشكلة لو كانت عندك شحنة اعطاها لك فاريبل متغيرة وما كملتش. ماشي؟ فانا هضطر استخدم، ممكن لو قلت استخدم التكامل عشان بس نتدرب عليه، بحيث لو كان اعطاها لك متغيرة هقول اتصرف ازاي. طيب احنا قلنا كيو بتساوي رو في في الفي نفس التكامل رو في دي في. عنصر التكامل في حاله السفيركل، عنصر الحجم، مش عنصر التكامل الحجم في حاله السفيركل، ده هيساوي ايه؟ هيساوي ار تربيع سين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فا، ده الدي في في حاله ايه؟ السفيركل. هضربه في مين؟ في الرو في، وكامل. طب هكامل حدود التكامل فين لفين؟ هنلاقي حدود التكامل عندنا هنا دي شريحة كروية، الآر فقط هو اللي يعتبر بيتغير من 8 إلى 10، يبقى كامل. طبعا عندك الآر من كام؟ عندك الآر من 8 مللي إلى 10 مللي، فمن 8 إلى 10 يبقى من 8 من 100 من أو 8 من 1000 إلى 1 من 100 لو جيت حولها بإيه؟ بالمتر. طيب والسيتا، السيتا دي زي ما خدناها في حساسات كروية تغير من كام؟ تغير من السيتا الباي، تعتبر سطح كروي كامل يعني من صفر الى باي. الفاي اكامل من صفر ل 2 باي، دي حدود التكامل بالنسبه للثيتا. والفاي لما تعطيك شريحه كرويه السطح بتاعها كامل يبقى الفاي من صفر ل 2 باي، والثيتا من صفر الباي. ما اعطيتش حدود تكامل لمين؟ للثيتا والفاي، دي شريحه كرويه كامله. بس هي مش بادئ الار مش بادئ من صفر، الار بادئ من 8% او من 8 من 8000 الى 1 من 100 بالمللي. ده مكان وجود الروفي، حيث الروفي من 0 الى 8 مللي مفيش، الروفي عندي كام؟ بزيرو. فكام هنا الروفي؟ اهي قيمتها اللي هي 80 مايكرو في ار تربيع سين ثيتا دي ار ثيتا دي فاي. التكامل هتلاقي هنا ايه؟ بسيط، يعني 4 هتكامل على الفاي، دي فاي تكامل بالنسبه للفاي عباره عن ايه؟ هتبقى الفاي من 0 ل 2 باي تبقى 2 باي، تكامل على ثيتا هيديك او التكامل على السين ثيتا دي ثيتا ده هيديك 2، بعد ما تكمل تكمل سين ثيتا عباره عن ايه؟ تكمله الاحصاء كوزين ثيتا، وتعوض من صفر الباي يديك 2، تطلع عندك التكامل بتاعها 4 باي. التكامل المألوف وخدناه كتير قبل كده يعني. بالتالي التكامل اللي بيقول ان هي يعتبر مش مشكله. في 80 في 10 سالب 6 ار تكعيب على 3 دي جت من ايه؟ تكامل ار تربيع نسبه دي ار، تكامل ار تربيع نسبه دي ار عباره عن ايه؟ ار تكعيب على 3. وعوض بحط التكامل 80000 الى 1 من طبعا زي ما قلت احنا ما كانش هنا مضطرين احنا نكامل، احنا ممكن على طول نضرب في الرو في في البي الحجم هجيبه ايه؟ بسهوله زي ما جبناها قبل كده، بس هنا اضطريت ان نكامل او استخدمت التكامل
عشان اوريك لو كان عطالك فاريبل يعني ما تعرفش قيمه ثابته، يعني مثلا تمرين ار، تمرين سين ثيتا، تمرين ساين فاي، كوساين فاي، وتضطر اعمل ايه؟ لازم هنا اعوض بيه التكامل، لازم هنا اكمل. لكن هنا في حالتنا انا كنت ما اكملش، عاوضين هنا الرو في ايه؟ ثابته. احسب هنا الكيو هتلاقي الكتله عندك كلها كام؟ 164 بيكو كل. ده كان اول جزء عندنا في المسألة. طب نشوف الجزء الثاني، هو بيقول لك عايز ايه؟ عايز الدي الالكتريك فلكس دينستي عند ار بتساوي 10. طب انت لو فكرت كده شويه، احنا من شويه جبنا مين؟ جبنا قيمه الشحنه اللي هي الكيو، هو عايز الدي عند ار بتساوي 10. عشان قبل كده كان بيعطيني الفلكس، كنت اجيب الشحنه ازاي؟ عن طريق قانون جاوس، انت قلت تكامل دي ضد اس مساهم مطلقه يساوي ايه؟ كيوم كلوز. المره دي احنا جايبين كيوم كلوز، عايزين نجيب ايه؟ الدي، فاستخدم قانون جاوس بس ايه؟ بالعكس. يعني ازاي؟ شوف كده، انا عندي قانون جاوس كان بيقول ايه؟ بيقول ان دي ضد اس بيساوي كيوم كلوز. طب كده بتساوي ايه؟ كيو ده كانش عطاني بصيره مباشره، كنت بجيب عباره عن ايه؟ التكامل على الفوليوم رو في دي في زي اللي احنا ايه؟ عملناه من شويه. طيب السطح المغلق هنا بتاع الجاوس عباره عن ايه؟ سطح دائري عند ار بيساوي 10. حط سطح دائري عند ار بيساوي 10 يبقى هتكون ايه التكامل؟ ده سطح دائري هيتغير مع مين؟ بالنسبه للار هنا هيبقى بالنسبه لي ثابت، يبقى كامل على الفاي تاني والثيتا. فهتلاقي دي دوت دي اس الجزء ده لما اجي افكه اعوض بعنصر المساحه في حته السفير عباره عن كام؟ ار سين ثيتا دي ثيتا دي فاي، كامل على الثيتا من صفر باي والفاي من صفر ل 2 باي، هتطلع عباره عن ايه؟ مساحه كره اللي هي 4 باي ار تربيع. ممكن اعوض عنها مشيت على فكره، انا بس برضه وريتك هي تيجي منين. يبقى الكيو هتساوي تكامل المساحه المغلقه دي دوت اس هتساوي دي مضروبه في 4 باي ار تربيع. انا كنت جايب الشحنه من شويه عندي اللي هي قيمتها كام؟ قيمتها 164 بيك كولوم، ده عند ار بيساوي 10، وعايز الدي عند ار برضه بيساوي 10. كل اللي اعمله اقول ان ايه الدي ار هتساوي ايه؟ هتساوي كيو 4 باي ار تربيع. قلنا الدي هتساوي كيو 4 باي ار تربيع، عوض عن ار ب 1%، اللي كانت 10 مللي، يعني 1.1% متر، وعوض عن قيمه الكيو اللي احنا جبناها من شويه، هتلاقي عندك الدي يطلع بتساوي كام؟ 1 من 10 10 سالب 7 كل كل متر تربيع، اللي هي يعني 130 نانو كولوم لكل متر تربيع. طيب اجي احسب بعد كده اخر جزء في المساله واجيب اخر مطلوب، يعني واعطيك عايز الدي عند ار تساوي 20. بيقول لك مفيش شحنه من ار اكبر من 10، فاطبق قانون جاوس تاني اقول ان الدي دوت اس على المساحه المغلقه يساوي كيوم كلوز. بس سطح جاوس هاخد فين المره دي؟ عند ار تساوي 20. تعالى نفس الشكل اللي كان موجود عندي ده، هاجي عند ار تساوي 20 واعمل سطح جاوس وطبق تاني في القانون. طبعا زي ما احنا قلنا واعطيك في راس مساله ان مسافه 8 ما كان ما عنديش شحنه، ومن 8 ل 10 كان في عندي شحنه كيو، ودي جبنا القيمه بتاعتها وعرفناها بكام. وبعد كده جاي بعد كده بقول لك في المطلوب فيه انه من ار اكبر من 10 ما فيش عندك شحنه، هنا برضه ما فيش عندي شحنه. بالتالي لما اجي اطبق قانون جاوس هنا واجمع الشحنات دي يبقى عندي ايه؟ من عند صفر لغايه 20 عنديش شحنه غير من كام؟ من 8 ل 10، يعني برضه هي نفس الشحنه كانت معانا قبل كده احنا جبناها اللي هي 164 في 10 تساوي 12. يبقى هاجي اطبق في القانون بتاع جاوس هقول انه دي ضد اس التكامل هيساوي ايه؟ هيساوي كيو كلوز. كيو اللي هي 164 في 10 تساوي 12، وسطح جاوس الجديد هيبقى عباره عن ايه؟ برضه سطح كروي، سطح كروي 4 باي ار تربيع دي المساحه بتاعته. يبقى دي هتلاقي بتساوي كام؟ كيو على 4 باي ار تربيع نفس اللي هناك، بس المره دي فرقت. هناك كنت بجيب الدي عند ار بتساوي 10، عوضت عن ار ب 10 او 10 مللي يعني. فهنا لا، هو عايز الدي عند ار بتساوي كام؟ 20. فبالتالي هاجي اعوض عن الار ب 20 مللي اللي هي 200 متر. الشحنه زي ما قلنا ما فرقتش، هنا شحنه موجوده ثابته اللي هي 164 في 10 تساوي 12. هاجي احسب الدي في الحاله دي طلع الدي عباره عن كام؟ 32.5 نانو كولوم لكل متر تربيع. ده قيمة الإلكتر فلكس. سؤال 4 بيقول لك سبيريكال سيرفيس ات ار بيساوي 2 ار بيساوي 4 ار بيساوي 6 كارين يونيفورم سيرفيس تشارج ديستنس اوف 20 نانو كل متر تربيع سالب 4 نانو كل متر.
في اندروس نوت سبيسيفيك، يعني بيقول لك عندك اسطح كرويه ار بي ساوي 2 وار بي ساوي 4 وار بي ساوي 6، كل سطح من دول عليه قيمه شحنه سطحيه، اعطيك القيمه بتاعتها 20 نانو كل من كل متر تربيع دي بالنسبه لار بي ساوي 2، سالب 4 نانو كل من كل متر تربيع ده عند ار بي ساوي 4، عند ار بي ساوي 6 رو اس نوت قيمه ثابته رو اس نوت. بيقول لك عايز قيمه الدي عند ار بيساوي 1 و3 و5، انا كام في الكتروفلكسنستي عند كام؟ 1 3 و5. عايز قيمة الروس نوت سات دي بيساوي 0 عند ار بيساوي 7. نبتدي كده نحلل المسألة مع بعض نفكر فيها. هو عند ار بيساوي 2 هديك كثافة شحنة سطحية رو اس 1، وعند اللي هي 20 نانو كل من كل متر تربيع، وعند ار بيساوي 4 سالب 4 نانو كل من كل متر تربيع اللي هي رو اس 2، وعند ار بيساوي 6 عند كثافة الشحنة الصحية رو اس 3 اللي هي قيمتها ايه؟ رو اس نوت. ماشي، هي دي المعطيات. طب هو عايز ايه؟ عايز قيمة الالكتر فلكس دنستي عند ار بيساوي 1 وار بيساوي 3 وار بيساوي 5. هستخدم هنا مين؟ قانون جاوس عشان اجيب قيمة الشحنة، عشان اجيب قيمة الالكتر فلكس دنستي الناتج عن شحنة معينة في ريجن. فعند ار بيساوي 1 قيمة الفلكس عند ار بيساوي 1 ده معناها ان ايه؟ الناجي عند ار بيساوي 1 واعمل ايه؟ سطح جاوس. تمام؟ اجي عند ار بيساوي 1 عندي قانون جاوس بيقول كيون كلوز بيساوي التكامل على المساحه المطلقه للدي دوت اس، وانا بيساوي كيون كلوز وكيون المره دي اعطاني صوره ايه؟ صوره راس. بالتالي لما اجي احسب قيمه الشحنه هستخدم ايه؟ رو اس في الاس لو كان عندي الشحنه ايه؟ يونيفورم، والتكامل رو اس في الاس لو كانت عندي الشحنه ايه؟ متغيره. هنا الشحنه ثابته فممكن استخدم الرو اس في الاس او الرو اس ديس، يعني لو كملت ايه وشحنه ثابته مش مشكله زي ما قلنا قبل كده. المشكله لو كانت شحنه متغيره وانت ايه ما كملتش، يعني اعتبرتها ثابته. طب سطح جاوس هاخد سطح ايه؟ سطح كروي عند ار بيساوي 1. طب عند ار بيساوي 1 انا بدايه الشحنه موجوده عند كام؟ الشحنه اول شحنه موجوده عندي عند ار بيساوي 2، يعني المكان اللي هو من 0 لغايه 2 ده ايه ما فيهوش شحنه، الشحنه بكام؟ الشحنه هتبقى بزيرو. فبالتالي متوقع ان تكامل الدي ضد اس سطح جاوس هيساوي كيو كلوز 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 هتبقى كام؟ هتبقى بزيرو. سطح جاوس يبقى سطح كروي زي ما قلنا قبل كده، مساحه السطح الكروي هتطلع عباره عن كام؟ 4 باي ار تربيع، ده بيساوي كيو كلوز كيو كلوز بكام؟ قلنا هنا في حالتنا دي بزيرو، ان الشحنه بدايتها من عند كام؟ من عند ار بيساوي 2. خلي بالك ان دي شحنه سطحيه مش حجميه، بالتالي دي موجودة على السطح، يعني مكان من صفر لغاية 2 ده مفيش عندي ايه؟ في شحنة. بالتالي الفلكس هيطلع بكام؟ الفلكس هيطلع عند ار بيساوي 1 يطلع قيمته بكام؟ بزيرو. طب عند ار بيساوي 3 هعمل نفس الكلام، هاجي عند ار بيساوي 3 واعمل برضه سطح جاوس. واقول برضه التكامل دي ضد اس يساوي كيون كلوز. في الحالة دي من صفر لغاية 3 عندي كام شحنة موجودة؟ عندي شحنة سطحية موجودة عند ار بيساوي كام؟ ار بيساوي 2. ففي الحالة دي هقول ان التكامل للدي ضد اس ده بالنسبة لسطح جاوس هيساوي كام؟ 4 باي ار تربيع في او بيساوي التكامل رو اس دي اس اللي هي في الاخر هيطلع عبارة عن ايه؟ رو اس في مساحة السطح الكروي اللي هو عبارة عن كام؟ 4 باي ار 1. المساحة دي خلي بالك المساحة اللي موجودة عندها مين؟ موجود عليها الشحنة 4 باي ار 1، ما المساحة دي المساحة دي بتاعت مين؟ سطح جاوس اللي هي موجود عند ار بيساوي كام؟ ار بيساوي 3. لكن هنا لما بجيب الشحنة، الشحنة موجودة عند ار بيساوي كام؟ موجودة عند ار بيساوي 1. لما اجي اعوض هنا في ال عن نصف القطر للمساحة هتعوض عن مين؟ المكان اللي موجود عند مين؟ الشحنة. بالتالي هتقول ان دي 4 باي ار تربيع تساوي رو اس دي قيمة الشحنة اللي هي 20 في 10 سالب 9 قيمة كثافة الشحنة يعني في 4 باي في نصف القطر تربيع، نصف القطر انهي الموجود عليه الشحنة، الشحنة موجودة عند ار بيساوي كام؟ موجودة عند ار بيساوي 2، يبقى ربع 2 تبقى 2 ايه؟ اس 2. بالتالي هتلاقي الدي بتساوي كام؟ الدي هتساوي 80 في 10 سالب 9 على ار تربيع، يعني هتضرب 4 باي من 4 باي. تمام؟ بالتالي هيحصل عندك ايه؟ قيمة الالكترو فلكس دنسيتي هيبقى 80 في 10 سالب 9 على ار تربيع كل من كل متر تربيع. طب هو عايز الدي عند كام؟ انا جبت كده جبت قيمة الدي من عند كام؟ من عند ار اكبر من 2 الى 4. طيب عشان اجيب عند دي عند ار بيساوي 3 هعوض هنا في العلاقة عند دي عند ار بيساوي كام؟ ار بيساوي
3، هتلاقي عند أكثر 3 هيطلع قيمة الإكس بلس 9، بس قيمته كام؟ 8 و9 من 10 10 سالب 9 كل من كل متر تربيع، تمام؟ طب عند R بيساوي 5 هعمل نفس الكلام، قلنا عند R بيساوي 5 هاجي هنا آخد سطح جوف مساحة مغلقة، تلاقي مساحة سطح برضه كروية، يعني دي في 4 باي R تربيع اللي عبارة عن الإس دي تساوي رو اس 1 في 4 باي ار 1 ده كلمة الشحنة الأولانية، الشحنة الأولانية عندي هنا المقفل عند ار بيساوي 5، عندي كام شحنة؟ عندي شحنتين، شحنة موجودة عند ار بيساوي 2، شحنة تانية موجودة عند ار بيساوي 4، ودي كثافة شحنة سطحية، وبالتالي الشحنة بتاعتي عبارة عن كام؟ رو اس في الاس، رو اس في مساحة اللي 4 باي ار 1 تربيع مساحة سطح الكرة، زائد رو اس 2 في 4 باي ار 2 تربيع مساحة سطح الكرة ايه؟ تاني موجود عند الشحنة التانية. لما أجي أعوض أعوض على الرئيس 20 في 10 سالب 9 في 4 باي في قيمة نصف القطر الموجود عند الشحنة الأولانية زائد سالب 4 في 10 سالب 9 عشان الشحنة على الرئيس 2 هنا عطاني نيجاتيف سالب 4 أنا من كولوم مضروب في مساحة سطح الكروي اللي هو 4 باي في ار 2 تربيع الار 2 عبارة عن كام؟ عبارة عن 4، دي قيمة نصف القطر الموجود عند الشحنة مين؟ الشحنة التانية. هتعوض بالكلام ده، هنيجي نحسب هتلاقي عندك دي تطلع بكام؟ تطلع عبارة عن 16 في 10 سالب 9 على ار تربيع. طب وعايز الدي عند كام؟ عند ار قلنا بيساوي 5، يبقى عوض عن ار ب 5، هتلاقي عندك الدي يطلع على كام؟ 6 4 من 10 في 10 سالب 10 كل من كل متر. تقييم الاكس فاكس ريسي عند ار بيساوي كام؟ ار بيساوي 5. بعد كده في رقم سي هو عايز ايه؟ عايز يقول لك قيمة الروس نوت، لو تلاحظ كان الروس نوت عند ار بيساوي 6 دي ما عندكش قيمتها. عايز قيمتها بكام؟ اللي هي تخلي الكتريك فلكس دينستي يساوي كام؟ يساوي زيرو. معنى تاني يعني لما اجي احط سطح جوس عند ار بيساوي 7 الاقي الكتريك فلكس دينستي يساوي كام؟ يساوي زيرو. فهطبق نفس القانون، هقول تكامل الدي ضد دي يساوي يو بلس، وفي الحاله دي الدي احطها بكام؟ الدي احطها بزيرو، هي الدي دي تبقى عندي هنا بزيرو. في سطح السطح الكروي 4 باي ار تربيع في تدريب في زيرو مالهاش لازمه، ده هيساوي ايه؟ لما تقف عند ار بيساوي 7 تبقى قافل على كام شحنه؟ قافل على الثلاث شحنات اللي هي رو اس 1 ورو اس 2 ورو اس كام؟ 3. رو اس 1 4 باي ار 1 تربيع دي جبنا قيمتها قبل كده، عارفين نجيبها ازاي؟ الشحنه الثانيه نفس الكلام، الشحنه الثالثه رو اس 3 اللي ما عندوش قيمتها بس عندي المكان بتاعها هو موجود عند ار بيساوي كام؟ ار تساوي 6. ثانية ب 4 باي في ار 3 تربيع وار 3 عوض عنها بكام؟ عوض عنها ب 6. الكلام ده كله هيساوي بكام؟ اسويه ب دي 4 باي ار تربيع وعايز دي بكام؟ تبقى ب 0. يبقى احط لما احط دي ب 0 عايز الرئيس نوت تبقى ايه؟ تبقى بكام؟ بالتالي لما اجي اعوض اقدر كده بسهوله اعرف اجيب مين قيمه الرؤوس نوت، هتلاقي الرؤوس نوت تساوي كام؟ تساوي 0.4 4 4 نانو كل من كل متر تربيع، تمام؟ هلا 5 يقول لك افرو في بيساوي 5 نانو كل من كل متر تربيع رو من 0 ل 1، يعني كثافه حجمين الشحنه قيمتها 5 نانو كل من كل متر تربيع، دي موجوده في المنطقه من 0 كام؟ من 0 ل 1، سطح اسطواني شكل اسطواني نصف القطر بتاعه من 0 كام؟ ل 1. بقول لك مفيش شحنات تانيه موجوده في الوسط ده، فكده عايز قيمه ايه؟ عايز قيمه الدي عند رو اقل من 1 ملم، عايز قيمه الدي عند رو اكبر من 1 ملم. بعد كده رقم سي بيقول لك وات لاين شارف رو ال ات رو بيساوي صفر وات جيز سيمزر في البارت بي. اجي هنا على المثال نحللها كده واحده واحده مع بعض، واعطيك شكل اسطواني الرو بتاعته صفر لواحد، واعطيك الرو في، وعايز يحسب قيمه ايه؟ الدي عند رو اقل من 1 ملم. فاجي عند دي رو اقل من 1 ملم واعمل ايه؟ باخد سطح جوس، سطح جوس ياخد نفس الشكل معانا هنا عندنا شكل اسطواني، سطح جوس 2 سطح اسطواني عشان اكتب كده على الشحنه كلها. طب سطح الجوز هتاخد عند كام؟ عند رو اقل من 1 ملم. وطبق في القانون ان كيو انكلوز هتساوي ايه؟ هتساوي التكامل للدي ضد اس، واشيل الكيو احط مكانها مين؟ رو في في الفي. هنا كان ينفع ما كملش، انا عندي هنا الشحنه ايه؟ يونيفورم متوزعه بانتظام، هنا الرو في هتلاقي هنا ثابته 5 كل من كل متر كده، بالتالي ممكن ايه؟ ما كملش. لو كان يعني لو كملت مفيش مشكله، المشكلة لو كانت عندك هنا معطيك الشحنة لاين ينفر وما كملتش. طب لو كنت كامل كنت هعمل ايه؟ هقول تكامل على الحجم رو في دي في،
والدي في ده هيبقى عباره عن ايه؟ عنصر تكامل حجمي في حاله السلندكال ده بيساوي رو دي رو دي فاي دي زد، والتكامل على الزد من صفر ال وادول اسطوانه، والفاي من صفر للمبال، والرو كام عليها من كام؟ من صفر للرو لنص قطر مين؟ الاسطوانه. لكن في حالتنا دي احنا لو قلنا ممكن ما نكملش، نسهل على نفسنا شويه، كانت عندك هنا الشحنه متوزعه بانتظام. طيب وجينا فكرنا في الجزء على الشمال ده هو التكامل المساحه المغلقه دي ضد اس، هتلاقي دي اللي احنا عايزين نجيبها. طب الدي اس عباره عن ايه؟ عباره عن المساحه بتاعت الشكل بتاع سطح جوس. طب هنا سطح جوس احنا سطح اسطوانه، مساحه ايه؟ مساحه اسطوانيه. مساحه اسطوانه عباره عن كام؟ عباره عن محيط القاعده في الارتفاع. محيط القاعده عباره عن كام؟ 2 باي رو، بالتالي ممكن نعوض مباشره دي رو في 2 باي رو في ال اللي عباره عن ايه؟ الارتفاع. ومحيط القاعده 2 باي رو في ال كده بجيب مين؟ كده المساحه بتاعت الاسطوانه كلها. ده هيساوي قلنا الشحنه هنا ممكن ما كملش عباره عن رو في في الفي، رو في معطف، الفي حجم الاسطوانه، حجم الاسطوانه عباره عن كام؟ مساحه القاعده في الارتفاع، مساحه القاعده عباره عن كام؟ باي رو ترقيع في الارتفاع اللي هو مين؟ ال ال. هنلاحظ هنا الرو اللي احنا بتاع سطح جوس تلاقي هي نفس الرو اللي موجود عندها الشحنه، يعني الشحنه اصلا موجوده عن كام؟ موجوده من صفر لواحد. وانا واخد سطح جوس من داخل السطح الموجود فيه مين؟ الشحنه، وبالتالي المكان اللي هيبقى عنده موجود عند سطح جوس ونفس المكان اللي هيحصل عنده مين؟ الشحنه. بالتالي من هنا اقدر اطير ايه؟ اقدر كده اطير الرو دي مع واحده من هنا، والباي مع الباي، وعوض عن الرو دي 5 نانو كولوم، وعوض طبعا واشيل برضه ال مع ال نفس ارتفاع بتاع الاسطوانه، هو زي ما قلنا احنا عاوزين ايه؟ سطح مغلق. هتلاقي عندك الدروب تساوي كام كده؟ الدروب تساوي 2.5 رو في 10 سالب كام؟ 9 كل من كل متر متر. دي كانت ايه؟ قيمه الالكتريك فلكس تريستي عند رو اقل من 1 ملي متر. طيب عند رو اكبر من 1 ملي متر هعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام، هاخد سطح جوس بس عند مين؟ عند رو اكبر من 1 ملي متر، هاخد سطح جوس هنا برضه خارجي. واجي برضه تاني استخدم قانون جوس، كام المساحه المغلقه دي بس تساوي يوم كلوز، نفس الكلام هتلاقي هنا عندك ايه؟ دي مضروبه في مساحه الاسطوانه اللي هي عباره عن محيط القاعده في الارتفاع 2 باي رو في ال بيساوي رو في في البي اللي هو حجم الاسطوانه. هنا الشحنه موجوده عند كام؟ لا الشحنه هنا اخرها عند كام؟ عند رو بيساوي 1 ملم، فبالتالي لما انا هنا اقف سطح جوس عند رو اكبر من 1 ملم يبقى انا كده قافل على ايه؟ قافل على الشحنه كلها. وبالتالي عشان اجيب الشحنه الكليه هعمل ايه؟ حاضر الرو في في الحجم بتاع الاسطوانه، انهي حجم؟ الحجم الموجود عند الشحنه اللي هو عباره عن كام؟ عند رو يساوي 1 ملم. فهنا لما اجي اعوض اول حاجه الباي دي هتطير مع الباي مفيش مشكله، بس هنا مش هقدر اطير الرو دي مع الرو دي. ليه؟ لان عندي هنا رو دي دي عند سطح جوز موجود عند رو اكبر من كام؟ من 1 ملم. يعني هنا رو دي الموجود عندها مين؟ الشحنه. لكن فوق انا طيرتهم مع بعض، ليه؟ المكان اللي واخد عنده سطح جوز هو نفس المكان الموجود عنده مين؟ موجود عنده الشحنه، الرو نفس الرو، لكن هنا في الجزئيه رقم بي لا، هنا الشحنه موجوده على اخرها عند رو بتساوي كام؟ 1 ملم، سطح جوس عند رو اكبر من 1 ملم، بالتالي هعوض هنا تجيب قيمه الشحنه الكليه، هعوض عن الرو في ب 5 نانو كل من كل متر تكعيب في قيمه الرو تربيع، الرو تربيع انا عندي الرو ب 1 ملم بالمتر ب 10 سالب كام؟ سالب 3 تربيع، واشيل طبعا ال مع ال برضه هنا ملهاش لازمه، طول اسطوانه عشان كده ما تقولناش وعارف ان احنا ايه هنختصره، وبالتالي هتجيب هنا دي تطلع عباره عن كام؟ 2.5 في 10 سالب 15 على رو كل من كل متر تربيع. الجزئيه سي بيقول لك ايه؟ وات لاين تشارج رو ال ات رو بيساوي صفر ايه ذا سيم ريزلت فور بارت بي. يعني المعنى الثاني لو انا حبيت اشيل الاسطوانه دي تمام؟ وحط مكان الاسطوانه لاين اوف شارج عليه الشحنه ايه؟ رو ال، فقيمه الشحنه اللي هي الرو ال دي بتبقى على لاين اوف شارج اللي بتديني نفس القيمه او نفس قيمه الدي اللي احنا جبناها في بارت بي تبقى بكام؟ فانا هعمل ايه؟ هجيب الدي اديك فلكس دي اللي انا جبته في بارت بي ده كان بيساوي كام؟ كان بيساوي 2.5 في 10 سالب 15 على رو، ده الجزء احنا جبناه في بارت بي. اسويه بمين؟ اسويه بقيمه الدي اللي هتنتج عن اللاين شارج. طب اللاين شارج الدي بتاعته عباره عن كام؟ انا عارف الالكتر فيلد، الالكتر فيلد بتاعه كان عباره عن كام؟ عباره عن رو ال على 2 باي ابسلون،
رو، يبقى دي هعمل ايه؟ انا هضرب الاي في مين؟ في الابسن، عباره عن دي تساوي كام؟ تساوي رو ال على 2 باي رو، واساوي ده هنا وهجيب هنا مين؟ قيمه الرو. طب هما الاثنين هحسبهم على النص نص القطر اللي هو عند مين؟ عند الرو، والله اتشال موجود عند مين؟ هيبقى موجود عند رو بيساوي كام؟ زيرو. بالتالي لما اجي هنا اختصر الكلام ده هتلاقي هنا الرو تطير مع الرو دي، بالتالي هتلاقي عندك الرو ال بيساوي كام؟ هتلاقي الرو ال بيساوي 2 باي في 2 ونص في 10 سالب 15، اللي هي عباره عن كام يعني؟ 5 باي في 10 سالب 15 كل من كل متر. يعني بمعنى تاني لو احنا شلنا الاسطوانه دي الشحنه اللي عليها وجبنا لاين شارف الشحنه بتاعته 5 باي في 10 سالب 15 كل من كل متر، هيديني نفس القيمه بتاعت الالكتريك فلاكس دي اللي كانت تنتج عن مين؟ اللي كانت تنتج عن الاسطوانه عند رو اكبر من 1 ملم. تمام؟ مسألة 6 بيقول لك calculate the divergence of D at the point specified، عايز يحسب ال divergence بتاع ال D عند النقاط المعرفة الآتية. أعطيك كام صورة D؟ أعطيك ثلاث صور D، يعني في رقم إيه؟ دي هتلاقي D أو الـ flux density هنا إيه؟ كارتيزيان. عايز يحسب عند الـ point، عايز يحسب divergence عند point سالب 2 و3 و5. رقم B أعطيك الـ D cylindrical، عايز يحسبه عند النقطة بي اللي هي عبارة عن 3 وسالب 45 و5. عايز اعطيك الدي هنا سفيركال، عايز احسبه عند عايز احسب الديفيرجنس عند 3 وزاوية 45 وزاوية ثانية سالب 45 ليمين للفاي. طيب عشان اجي احسب الديفيرجنس احنا واخدين الديفيرجنس عبارة عن كام؟ دي ثلاث صور، صورة في حالة الكارتيزيان وصورة في حالة السلندكال وصورة في حالة السفيركال. في حالة الكارتيزيان الديفيرجنس برموزه بالرمز او ممكن تختصره ديف دي او نابلا دوت دي، ده بيساوي تفاضل مركبة الاكس بالنسبة للاكس زائد تفاضل مركبة الواي بالنسبة للواي زائد تفاضل مركبة الزد بالنسبة للزد. لما اجي ده في حالة الكارتيزيان، فلما اجي هنا اخد الدي واعوض في الديفيرجنس ده هاجي هنا ايه؟ هاخد زي ما قلنا هو ديف دي او نابلا ديف دوت دي بيساوي هاخد مركبة الدي اكس، مركبة الدي اكس بعد دي عبارة عن كام هنا؟ عبارة عن 10 اكس واي زد بس مضروب في مين؟ كل الكلام ده اصلا مضروب بره في واحدة على زد تربيع، هاخد الكلام ده وفضل بالنسبة لمين؟ فضل بالنسبة للاكس، فلما اضرب اول واحدة على زد تربيع في 10 اكس واي زد ده هديك ايه؟ هديك 10 اكس واي على زد، افضل الكلام بالنسبة لمين؟ افضل بالنسبة للاكس، تبقى عبارة عن كام؟ هتبقى 10 واي على زد زائد تفاضل مركبة الواي بالنسبة للواي، مركبة الواي عبارة عن كام؟ عبارة عن 5 اكس تربيع زد مقسوم على زد تربيع، افاضل كام بالنسبة للواي؟ هتلاقي الكلام ده ماله؟ مش فاريبل في الواي، فتفاضل بالنسبة للواي يطلع بكام؟ يطلع بزيرو. طب اجي افاضل مركبة الزد اللي هي 2 زد تكعيب ناقص 5 اكس تربيع في الواي، فاضلها بالنسبة الى الكلام ده هضربه الاول في واحد زائد تربيع فاضل بالنسبه للزد هقسمه طبعا على جزئين، فتلاقي التفاضل هنا يطلع ايه برضه بسيط، يعني تفاضل الجزء الاولاني لما اضرب 2 زد تكعيب على زد تربيع تبقى 2 زد افاضلها بالنسبه للزد تبقى عباره عن كام؟ 2، والجزء الثاني لما اضرب في واحد زائد تربيع واجي افاضله برضه بالنسبه للزد هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن 10 اكس تربيع واي على زد تكعيب، طبعا ده جه من فين؟ جه من تفاضل واحد على زد تربيع. كانت هتبقى دي ساعتها بالنسبه لدي هتبقى بلس هضرب ايه في 2 فوق. طيب لما اجي هنا اعوض بالنقطه اللي عطاها لي سالب 2 و3 و5 هتلاقي تطلع بتساوي كام؟ 8.96. ده كان اول هتلاحظ حاجه طبعا انه ايه على فكره دايفرجنس دي عباره عن ايه؟ اصلا دايفرجنس دي تعتبر هو عباره عن الرو في الكثافه الحجميه للشحنه، فكان نفس منطق السؤال لو كان قال لك انا عايز احسب الفوليوم تشارج دنسيتي، فتجيب الفوليوم تشارج دنسيتي يساوي ايه؟ يساوي دايفيرجنس دي. رقم بي عايز نحسب دايفيرجنس في حاله سلندكال، فالدايفيرجنس في حاله سلندكال بيبقى بهذا الشكل، برضه هتلاقي في بارامتر بس بضرب فيها الاول، بعد كده بفاضل برضه مركبه الرو بالنسبه للرو، بفاضل مركبه الفاي بالنسبه للفاي، ومركبه الزد بالنسبه للزد. بس ما اختلافات بسيطه ان في بارامتر بضرب فيها في الكومبوننت دي الاول فيكم بعد التفاضل او قبل التفاضل. لما اجي اعوض واجيب الدايفرجنس هتلاقي عندي هنا
الدي في حالة السلندكال، لما اجي اعوض هتلاقي عندك ايه اول مركبة مثلا اللي هي مركبة الدي رو. الدي رو دي اللي عبارة عن كام؟ 5 زائد التربيع. دي الاول بيقول لك ايه هو هنا؟ اضربها الاول في رو، هذا المركبة دي الاول في رو، هتبقى عبارة عن 5 زائد تربيع اضربها في رو، واللي يطلع افضل بالنسبة للرو عبارة عن كام؟ يبقى 5 زائد تربيع. 5 زائد تربيع ده 1 عرب. يعني معنى الكلام ده ان اعمل ايه؟ باخد مركبة الدي رو الاول واضربها في الرو، واللي يطلع افضل بالنسبه للرو، وناتج التفاضل ده هضربه في 1 على رو، تطلع عندك ايه؟ 5 زائد تربيع على رو زائد 1 على رو في تفاضل مركبه الدي فاي بالنسبه للفاي. لو بصيت في الجزئيه بي هتلاقي عندك ايه؟ ما عطيش مركبه في اتجاه الفاي، يعني مركبه فاي بكام؟ بزيرو. فبالتالي التفاضل ده بكام؟ تفاضل الجزء ده يطلع عندي هنا بزيرو، مش موجود. ماشي؟ اخر جزء اللي هو زائد تفاضل مركبة الزد بالنسبة للزد، مركبة الزد اهي اللي عبارة عن كام؟ 10 رو زد. تفاضل بالنسبة للزد عبارة عن كام؟ 10 رو. بعد كده عوض بالنقطة المعطاة اللي هو هيحصل عندها الدايفرجنس، تطلع بتساوي كام؟ عوض عن نقطة رو ب3 وفاي بسالب 45 وزد بكام؟ 5، هتلاقي ساعتها قيمة الدايفرجنس عبارة عن كام؟ 71.67%. تمام؟ زي ما قلنا القيمة دي هي قيمة مين؟ الرو في. لو كان طلب منك فوليوم تشارج جينيتيك كنت هجيبها عن طريق برضه دايفيرجنس الدي. شوف الجزئية سي. سي هنا برضه عايز يحسب الدايفيرجنس، بس الدي عطاها لك ايه؟ عطاها لك سفيرك. عايز يحسب الدايفيرجنس برضه عند نقطة 3 وزاوية 45 هي سيتا وسالب 45 اللي هي فين؟ هي الفاي. برضه عوض في الدايفيرجنس بس في حالة ايه؟ في حالة السفيرك. صوت الدايفرجنس حتى السيركل يبقى بهذا الشكل برضه نفس القصه. هتلاقي هنا الاول بضرب المركبه في فاريبل الاول او بارامتر، بعدين بفاضل، بعد كده الناتج التفاضل بضربه في بارامتر تاني. طيب نفس الكلام بالنسبه للسيتا وبالنسبه للمين؟ للفاي. لما اجي اعوض هنا برضه هاخد مركبه المين؟ الاي ار. مركبه الاي ار اهي اللي هي عباره عن كام؟ 2 ار سين سيتا سين فاي. دي اضربها في مين؟ اضربها في ار تربيع. ماشي، يبقى هضرب المركبه دي الاول في مين؟ في ار تربيع. بعد كده اللي هيطلع هفضله، طبعا التفاضل سهل بسيط يعني. فتلاقي لما ناتج التفاضل هيطلع هضربه في مين؟ هضربه في 1 على ار تربيع. هتلاقي الناتج يطلع كام؟ يطلع 6 سين سيتا سين فاي. بالنسبه للمركبه الثانيه هاخد مركبه السيتا اللي عباره عن كام؟ ار كوزين سيتا سين فاي. دي هضربها في مين؟ هضربها في سين سيتا. واللي يطلع هفضله بالنسبه للسيتا. وناتج العملية دي كلها هضربه في 1 على ار سين سيتا، يطلع عندك بارامتر بهذا الشكل، ترم بهذا الشكل. زائد 1 على ار سين سيتا في تفاضل دي فاي بالنسبة للفاي، هاخد مركبة الفاي الأول هي دي، أفاضلها بالنسبة للفاي، يعني الار طبعا ثابتة، عشان كده هتلاحظ إن الار هنا هتطير مع الار اللي هنا، فالناتج اللي هيطلع هنا ما فيهوش ار. بعد كده خد كوزين فاي فضل بالنسبة إلى الفاي، تفاضل كوزين هتطلع يعني سالب سين فاي. واللي يطلع من هنا ضرب في مين؟ ضرب في 1 على ساين سيتا، هتبقى عباره عن ايه؟ سالب ساين فاي على ساين سيتا. اعوض على الار ب3 وعن السيتا ب45 وعن الفاي بسالب 45، تطلع عندك الدايفرجنس تطلع عباره عن كام؟ سالب 2، وهو بنفس اللي بيعبر عن مين؟ عن فوليوم شارج دنستي. تمام؟ سؤال رقم 7 بيقول لك ليد دي بيساوي 5 ار تربيع في اتجاه الار ملي كول لكل متر تربيع 4 R أقل من 8% and D بيساوي 0.205 على R تربيع اتجاه ال R مايكرو كل كل متر تربيع 4R أقل أكبر من 8%. يعني عندك قيمتين للD، قيمة عند R أقل من أو يساوي 8% وقيمة عند R أكبر من أو يساوي 8%. عايز قيمة الرو في 4R بيساوي 6% متر. بعد كده عايز قيمة الرو في 4R بيساوي 1.1 متر. كده بقول لك what surface charge density could be located at r بيساوي 800 متر to cause d بيساوي 0.4 اكبر من 8%. يمكن نحل المساله مع بعض ونفكر فيها. هو عندك هنا سطح كروي، سطح كروي النسبه بتاعه 8%، وعندك قيمتين للدي، قيمه للدي عند r اقل من 8%، قيمه للدي عند r اكبر من او يساوي 8%. عشان اجيب قيمه الرو في هستخدم ايه؟ علاقه لسه قايل عليها من شويه، لان احنا ايه؟ لان المفروض عندك الكتريك فلوكس دينستي وعايز الرو في، يبقى الرو في هجيبها ازاي؟ تيك دايفيرجنس اوف دي، يعني الرو في بيساوي دايفيرجنس دي.
طب هو عايز الروفي عند ار بيساوي كام؟ 6 من 100. طب لما اجيب الدايفرجنس، اجيب دايفرجنس لمين؟ للدي اللي هي بتساوي كام؟ 5 في ار تربيع، ان اصلا ار 6 من 100 دي ايه؟ داخل الكره. عشان اجيب قيمه الفوليوم تشارج دينستي داخل الكره عند ار بيساوي 6 من 100، يبقى انا هعمل ايه؟ هضطر اجيب كده الدايفرجنس للدي اللي هي موجوده عند ار اقل من كام؟ من 8 من 100. بالتالي لما يجيب الديفيرجنس هتاخد من صيغه الديفيرجنس، هتلاقي الدي هنا عباره عن صوره سفيركه، يقول لك الدي بيساوي 5 ار تربيع في اتجاه الار، دي صوره سفيركه، يبقى تستخدم الديفيرجنس في حاله ايه؟ في حاله سفيركه. الديفيرجنس في حاله سفيركه بمش الشكل ده. طبعا هتلاحظ هنا ان احنا يعني عندنا الدي هي المعطى 5 ار تربيع في اتجاه الار، مركبه واحده في اتجاه الار، ما فيش مركبه في اتجاه السيتا، يبقى ده هتلاقي طيب ايه؟ يطلع قيمته كام ده؟ يطلع قيمته بزيرو، وده مفيش حاجه برضه في اتجاه الفاعل، وده برضه طلع هنا بزيرو. هتلاقي هنا الدايفرجنس ابسط شويه، يعني مركبه واحده بس في اتجاه الار. هاخد مركبه الار دي وهي اللي ايه؟ اضربها في ار تربيع، واللي يطلع فضل بالنسبه للار، واللي يطلع اضربه في كام؟ واحده ار تربيع. بالتالي هتلاقي الرو في هتساوي اللي هو النبله ضد دي بيساوي واحده ار تربيع دي على دي ار، او تفاضل ار تربيع في الدي ار بالنسبه للدي ار، يعني هتساوي واحده ار تربيع. هضرب الدي ار عباره عن كام؟ 5 ار تربيع، اضربها في ار تربيع عباره عن كام؟ 5 ار اس 4، افضل الكلام ده يطلع عباره عن كام؟ 20 ار اس 3، اضربه في واحده ار تربيع يطلع 20 مين؟ 20 ار ملي كل متر تكعيب. هو عايز يحسب الروفي فين؟ عند ار بيساوي 6%، عوض عن ار ب 6%، العوض ار ب 6% تطلع عندك الروفي بيساوي كام؟ هتساوي 1.2 ملي كولوم لكل متر تكعيب. تمام؟ شوف الجزئية رقم بي، ودي رقم بي عايز الروفي عند ار بيساوي 1.1 متر. طب ار بيساوي 1.1 متر موجود فين؟ موجود في السكند ريجن، المنطقة الثانية اللي عند ار اكبر من كام؟ اكبر من 8 من 100. بالتالي هستخدم نفس العلاقة، اقول الروفي بيساوي تساوي دايفيرجنس دي، بس انهي دي؟ اللي هي دي 2 اللي هي بتساوي 0.205 على ار تربيع مايكرو كل من كل متر تربيع. بالتالي لما اجي اقعد هنا في الدايفيرجنس برضه استخدم الدايفيرجنس ايه؟ سفيركال، معطين دي برضه في صورة السفيركال. تلاقي برضه هنا المركبتين دول او الترمين دول مش موجودين معانا، من هنا دي برضه في اتجاه الار فقط. زي ما عوض هنا في الدايفيرجنس هتلاقي الدي ار متى كام؟ قلنا 4.205 على ار تربيع، اضرب كام ده في ار تربيع عباره عن كام؟ 4.205، افضل بالنسبه لار تطلع بفضل بكام؟ زيرو، بضرب في واحده طبيعي يعني كام؟ زيرو، يعني الدايفيرجنس دي يطلع بكام؟ زيرو، يعني روفي تطلع بكام؟ زيرو، يبقى روفي بتساوي صفر عند ار بتساوي كام؟ 1.1 متر. رقم سي بيقول لك what surface charge density could be located for r بيساوي 8% متر to cause d بيساوي 0 for r بيساوي اكبر من 8% متر. يعني بيقول لك ما هي قيمه الشحنه السطحيه اللي هنحطها عند r بيساوي 8% عشان تديني d بيساوي 0 عند r اكبر من 8%. انا عارف انه عندي كره نفس قطرها 8%، فبالتالي انا عايز احط كثافه شحنة سطحية على سطح الكرة دي، يعني عند ار بيساوي كام؟ 8%، بحيث لما اجي احسب الدي عند ار اكبر من 8% تطلع الدي بيساوي كام؟ صفر. طب عشان احقق الكلام ده هنستخدم العلاقة بتاعت مين؟ بتاعت جاوس. اجي عند ار اكبر من 8% واخد سطح جاوس، واقول المفروض عند السطح ده لما اجيب تكامل دي دوت اس المساحة المغلقة بساوي بيكون كلوزد تطلع الدي بيساوي كام؟ صفر. يعني كمان لو كان تكامل دي دوت اس لازم يطلع بكام؟ لازم يطلع عندي بصفر. عشان يطلع بصفر يعني معناها ايه؟ الكيو لازم تبقى بكام؟ الكيو لازم التوتال او الشحنه كلها لازم تكون بكام؟ تكون عندي بصفر. فسطح جاوس هتلاقي دي بتساوي او دي دوت اس تكامل هيساوي دي في 4 باي ار تربيع، ده عباره عن ده مساحه سطح جاوس ومساحه سطح كرويه. انا هنا مش هستخدمها عشان خاطر اصلا عندي دي احطها بكام؟ احطها بصفر، انا عايز احط دي اخلي دي بصفر بس عند رو اس معينه، انا عايز قيمه الرو اس دي اللي تخليني دي بكام؟ بيساوي صفر. ده بيساوي قلنا بيساوي كيون كلوز، الكيون كلوز انت لما تاخد هنا سطح جاوس عند ار اكبر من 8% يبقى عندك كام شحنه؟ عندك شحنتين، شحنه رو في اللي هي موجوده هنا نتجت عن الدي اللي احنا جبناها من شويه، وعندي شحنه تاني ايه؟ تبقى الشحنة اللي احطها انا على السطح، عايز اشوف انا احط شحنة كام على السطح هنا او الرئيسة بتاعتها بكام، عشان لما اجي احسب الدي هنا بره هتطلع الدي بكام؟ بصفر.
لما اجي احسب الاول حاجه كثافه الشحنه الحجميه الموجوده من جوه دي، لما اجي احسب يعني الشحنه الناتجه عنها، اقول ايه الرو في في الفي. طب هتلاقي عندك الرو في احنا جبناها من شويه، كانت لو انت فاكر هتلاقي قيمتها كام، الرو في عند ار اقل من 8% كانت تساوي 20 ار، يعني قيمه ايه فاريبل. فمش هينفع اقول رو في في الفي، لازم اقول ساعتها رو في دي في، تكامل رو في دي في، وعوض عن عنصر التكامل الحجم ده بقيمته في حته السفيريكال، كانت عباره عن كام ار تربيع سين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي. هكامل الرو في بالنسبه للكلام ده وعوض بحدود التكامل الموجوده عندي. طيب لما اجي اعوض عن الرو في، الرو في قلنا بتساوي كام 20 ار، دي قيمتها عند ار اقل من كام 8%، عايز اجيب الرو في كلها مش عند ار بتساوي 6%، عايز اجيب قيمه الشحنه كلها لان واخد سطح جوس عند مين، عند ار اكبر من 8%، بالتالي عايز اجيب قيمه الشحنه الكليه الموجوده هنا. لما اجي اكامل هكامل على الار من كام من 0 ل 8%، وهاجي اكامل تاني من الفاي من كام من 0 ل 2 باي، والثيتا من 0 لباي. هتلاقي التكامل هنا برضو بسيط يعني مش معقد ولا حاجه، مفيش مشكله. وفي تكامل هتلاقي تطلع ساعتها رو في 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 اللي هي قيمه الشحنه الموجوده هنا كام، تطلع 2.57 من 100 مايكرو كولوم. طيب هاخد الكلام ده اعوض بيه في المعادله اللي هي اللي فوق اللي معانا دي، فنقول 2.57 مايكرو كولوم في 10 سالب 6 يعني، زائد رو اس في الاس. هنا الشحنه اللي هحطها على السطح اللي حاطط عليها سطح كروي، مساحه السطح الكروي عباره عن كام؟ عباره عن 4 باي ار تربيع، والار اللي هتحط عندها السطح الكروي دي بكام؟ هحط السطح المساحه المساحه الشحنه المساحيه دي هحطها عند كام؟ هحطها عند ار بس كام؟ 8 من 100، يبقى ار كام؟ ار دي 8 من 100. في الحالات اعرف اجيب اللي قيمه الرئيس، هتلاقي الرئيس بيساوي كام؟ سالب 2.57 على 4 باي 8% تربيع، هيطلع بتساوي قيمة الرؤوس بكاوي سالب 32 مايكرو كول من كل متر تربيع. يبقى هي دي قيمة الرؤوس اللي أنا لو حطيتها عند ار بتساوي 8%، وجيت حسبت الدي عند ار أكبر من 8% هتلاقي دي يطلع عندك بكام؟ تطلع عندك بصفر. تمام؟ وبكده بنوصل لنهاية شيت 3 اللي هو كان تطبيق على شابتر ثلاثة عندنا في المقرر اللي كنا بنتكلم عليه الكتريك فلكس، فلكس تنسي، وجاوز لو، نظرية الديفيرجنس. وقت السكشن ممكن تكون كان طويل شوية، فأنت ممكن تجزأ السكشن على أجزاء، يعني تحضره على أجزاء. أتمنى لكم التوفيق، نلقاكم على خير في المرات القادمة إن شاء الله.